من كرة اليد نروح بقى للعبة التنس الطاولة. ولعبة التنس الطاولة طبعا عندنا المعجزة هنا جودة، بصراحة يعني كانت عاملة أرقام خرافية وعاملة نتائج كبيرة جدا، لدرجة أنها وصلت نهائي بطولة أفريقيا في التنس، وطبعا تغلبت على كل ما واجههم، ولكن في النهاية أمام مريم الهضيبي في النهائي قدرت مريم الهضيبي تفوز بالمباراة 4-3. بس إحنا ليه؟ طبعا مبروك لمريم الهضيبي وهارد لك لهنا جودة، المستقبل قدامك كبير جدا، هتصنعي تاريخ. أعتقد من وجهة نظري صعب جدا حد يعمل التاريخ اللي بتعمله هنا جودة. ولكن أنا عايز أسترجع بس بيكم الذاكرة كده، إن مريم الهضيبي وهنا جودة كان بينهم على السوشيال ميديا حوار دار، والنادي الأهلي خد غرامة أو عقوبة تأديبية لمبادئ النادي الأهلي بغرامة اللاعبتين 10,000 جنيه. النادي الأهلي حط في اعتباره حداثة سنهم، وطبعا خد غرامة 10,000 جنيه، ولكن التقويم بيوصلك في النهاية إنك تحقق بطولة، والتقويم هو الأصل في النادي الأهلي، المبادئ هي الأصل في النادي الأهلي. بنحب نتكلم في ذكرى ميلاد الكابتن صالح سليم، قال ممكن تخسر عدد من البطولات لكن تشتغل صح هترجع لك البطولات، لكن لو خسرت المبادئ هتخسر البطولات. لكن في تنس الطاولة تحديدا كان عندنا طبعا النادي الأهلي بيغرم كل من هنا جودة ومريم الهضيبي 10,000 جنيه، لكن في تنس الطاولة تحديدا كان عندنا خالد عصر وعمر بدير، الاثنين دولت كانوا قبل مريم الهضيبي وهنا جودة. مشاجرة حصلت في الفندق في المغرب في البطولة العربية، قرار من النادي الأهلي باستبعاد الاثنين وترحيلهم من المغرب لمصر. كانت النتيجة ايه؟ كانت النتيجة ان النادي الاهلي بطل البطولة العربية في تنس الطاولة. النادي الاهلي دايما هتلاقي المبادئ الاصل، وصعب كمان تلاقي حد بيحاول يستنسخ مبادئ النادي الاهلي، ولو حاول هتكون الصورة باهتة جدا. يا أسامة، تاريخ النادي الاهلي متشابك بشكل مذهل. يمكن احنا كنا بنبدا الحلقه اتكلمنا في الانترو عن موقف 85، واتكلمنا عن موقف كابتن حسام حسن في 94، هو تقريبا نفس فكره مريم الهضيبي ونفس فكره خالد عصر ونفس فكره عمر بدير. انت بتتكلم يا جماعه لما بيكون عندك مرجعيه، بيكون متخذ القرار على مر مجالس الإدارة عنده كتالوج النادي الأهلي اللي بيمشي عليه، وعشان كده دايما هتلاقي تاريخ النادي الأهلي فيه النسق الواحد. دايما لما تيجي تبص في تاريخ الأندية تلاقي فترات صعود وانخفاض، مش على مستوى البطولات يا أسامة والله، أنا بتكلم على مستوى المدارس الإدارية، تلاقي جاب كبير جدا ما بين الإدارات، ولكن تاريخ النادي الأهلي لحمة واحدة نتيجة إن النادي الأهلي زي ما قلنا عنده أباء مؤسسين كان لهم دور، حطوا منهج والجميع مشي عليه. وبالمناسبة فيما يخص، لأن احنا كنا بنتكلم عن ألعاب الصلاة، أنا عايز أقول رسالة لكل الناس اللي بيسمعونا، جمهور النادي الأهلي يا أسامة جزء من المنظومة مش جزء منفصل. جمهور النادي الأهلي يا جماعة طبيعي يبدي آراءه ويبدي تحفظاته ويبدي وجهات نظره، وأكيد المسؤول لازم يسمع، ولكن إدارة النادي الأهلي على مر التاريخ النجاح فين؟ ان انت ما بين تقاريرك الفنيه ودراسه اوضاعك الحقيقيه وما بين راي الجمهور، اللي على فكره يا جماعه لازم بيكون ليه معطى، لان ايضا هو جزء من منظومه النادي الاهلي وصانع القرار، اللي في النهايه بيكون عنده صناعه القرار وفقا للحيثيات الكليه اللي هو بيشوفها. فده نتمنى ينتج عنه ان نشوف النادي الاهلي في افضل حال، النادي الاهلي في الرياده في كل الالعاب. جمهور النادي الاهلي لو في لعبه بقت بكره موجوده جديده محدش يعرف عنها حاجه، هيبقى عايز النادي الاهلي هو البطل والمتصدر فيها، وده قدر النادي الاهلي اللي ان شاء الله دايما يكون عليه.